أهلا بكم. قالت وزارة النفط إنها لا تزال مستمرة في المحادثات مع شركة إكسون موبيل الأمريكية بشأن اتفاق تحسين البنية التحتية النفطية في جنوب البلاد. وأوضحت الوزارة أن اتفاقها مع شركتي بي بي البريطانية وإيني الإيطالية يتعلق بتجهيز مواد لأنبوبين نفطيين بحريين لغرض تأهيلهما وضمان نقل النفط الخام وتصديره عبر منظومة التصدير الجنوبية، ولا يمثل جزءا من مشروع نفط جنوب العراق الذي تبلغ تكلفته 53 مليار دولار لمدة 30 عاما. وأضافت الوزارة أن عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع إكسون لا يعني انتهاء المفاوضات أو إقصاء إكسون من المشروع. قالت لجنة الخدمات والإعمار النيابية إن الحكومة ليس لديها خطط واقعية أو دراسة حقيقية لمعالجة أزمة السكن في العراق. وأضافت اللجنة أن أزمة السكن واحدة من أهم أسباب تأخر الخدمات في مناطق العراق، مشيرا إلى أن ذرائع الحكومة بقلة التخصيصات المالية وعدم الاستقرار الأمني غير مقنعة وغير واقعية. قال رئيس لجنة الخدمات في غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق رضا مونسان أن الصادرات الإيرانية إلى العراق بلغت 8 مليارات دولار سنويا. وأكد رضا مونسان أن السوق العراقي له فوائد عديدة بالنسبة لإيران، مثل وجود حدود مشتركة ومحطات متعددة بجانب سهولة النقل إلى المدن العراقية، مبينا أن الصادرات الإيرانية تغطي أكثر من 90% من حاجة السوق العراقية. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في العراق عن انخفاض استهلاك المياه العذبة وانخفاض هدر المياه في عام 2018. وقال الجهاز في تقرير له إن كمية المياه العذبة انخفضت بشكل ملحوظ في عام 2018، مبينا أن كمية الإنتاج بلغت 111,145 مليون متر مكعب مقارنة بعام 2017، حيث بلغت 14,220 مليون متر مكعب بنسبة انخفاض مقدارها 21.5%. وأضاف التقرير أن كمية المياه العذبة المهدورة لعام 2018 بلغت 788 مليون متر مكعب، فيما كانت كمية الهدر قد بلغت 826 مليون متر مكعب في عام 2017 بنسبة انخفاض مقدارها أكثر من 5%. كشف تقرير جديد لمعهد الموارد المائية أن العراق من بين 27 دولة تعاني نقصا حادا في المياه، وجاء العراق ضمن قائمة المعهد التي ضمت اليمن والجزائر وتونس والمغرب وسوريا وتركيا ومصر وغيرها. يذكر أن وزارة الموارد المائية في العراق قالت في 6 الجاري أن الخزينة المائية لهذا العام سيفي بتأمين كافة الاحتياجات المائية لأغراض الزراعة والشرب والصناعة والبلديات للموسمين القادمين. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.